مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة في هذا الصباح على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 20 الخاص للقعدان الحقايق من مسافة 4 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة. نبدأ بعد المراكز والبداية، أول الأسماء ناجح بشعار سالم بن علي بن فهد آل زبدان المري يتقدم مع ناجح مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وثاني الشعارات علبش بشعار حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي يتقدم مع علبش مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل الفايز بشعار محمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع التحديات الأبهر بشعار خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني الهاجري مع رابع الأسماء. خامس المراكز القادم حطاب بشعار فرج بن حمد بن علي آل بريس المري. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة والمندفعة، ولنا عودة إلى الصدارة إلى أول الأسماء. ناجح بشعار سالم بن علي بن فهيد آل زبدان المري يتقدم مع ناجح مع البداية ومع أول الأسماء. ثاني المراكز علبش بشعار حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي يتقدم سلطان بن نوار العتيبي مع علبش. ثالث المراكز وتسلل إلى ثاني الأسماء وصل جلمود بشعار جابر بن محمد بن حمد الدعية يغير إلى ثاني الأسماء. ثالث المراكز علبش ورابع الأسماء شعار الشهواني يتقدم مع رابع الأسماء مع الأبهر بشعار خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني. وخامس المراكز وصل القادم والمنطلق همام بشعار فهد بن ماجد بن محمد القحطاني يتقدم مع همام مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز من أجل الانتصار على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. الفوز غير والانتصار غير بميدان التحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. همام فهد بن ماجد بن محمد السحيم القحطاني يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصل القادم خوزان محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي يتقدم مع خوزان مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل هدال سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري يتقدم مع هدال مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل شعار الدعية يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل فجاج علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري، ولكن الصدارة والبداية والمقدمة الله يا همام فهد بن ماجد بن محمد القحطاني يتقدم، ومن الجانب الآخر خوزان محمد بن صباح بسيف الماجد النعيمي. الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير، نستفتح أبوابه متجهين إلى خط النهاية متجهين إلى الفوز إلى الانتصار والبداية. خوزان محمد بن صباح بسيف الماجد النعيمي، ولكن بن بريكان بدأ بالانطلاق من هذه اللحظات مع هدال سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري يتقدم مع البداية مع أول الأسماء. ثانيا ينطلق خزان محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، وثالث المراكز همام فهد بن ماجد بن محمد القحطاني، ولكن الصدارة بن بريكان على البداية. يقدم لنا هدال سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري يتقدم بن بريكان على البداية على الصدارة. الله يا هذال 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 ينطلق بدون أي منافس
واي منازع على الفوز وعلى الانتصار. تهانينا والناموس نزفها من هذه اللحظات الى مالك هذال سالم بن صالح بن بريكان المري، يتقدم مع هذال مع الفوز مع الانتصار بدون اي منافس واي منازع على الاطلاق. تهانينا تهانينا واسعد الله صباحك يا بن بريكان على فوز هذال بدون اي منافس. تهانينا والناموس لسالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري على فوز هذال. تهانينا والناموس ثاني الاسماء وصل ثاني المراكز اصيل بشعار عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه، وثالث المراكز خوزان بشعار محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، ورابع المراكز همام بشعار فهد بن ماجد بن محمد القحطاني، وخامس المراكز كان ملفت بشعار نايف بن عامر بن راشد الهاشمي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ها هي النتيجة. تهانينا والناموس لمالك هذال، والتوقيت الزمني 6 دقائق 13 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن صالح في سالم بن بريكان المري على فوز هذال. ثاني الاسماء وصل شعار العطية مع اصيل، والتوقيت الزمني وراحت وصولا الى خط النهاية. اصيل 6 دقائق 18 ثانية و84 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك اصيل عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. ثالث المراكز خوزان، والتوقيت الزمني 6 دقائق 19 ثانية 94 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك خوزان محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي.